أهلا بكم مجددا كل متابعينا في كل مكان، وهذه تغطية خاصة تأتيكم من تلفزيون اليوم السابع. من المتعارف عليه أن انتشار الفيروسات وظهورها بشكل واضح وزيادة أعداد الإصابات بها من الممكن أن تظهر في فصل الشتاء، لكن يبدو أن إنفلونزا الطيور تنتهج نهجا جديدا في التواجد والتفشي من جديد. بتواجه الولايات المتحدة الأمريكية انتشارا لعدوى إنفلونزا الطيور في 30 ولاية أمريكية مختلفة، وقالت تقارير إن السلطات الأمريكية اكتشفت حالات لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في ولايتي بنسلفانيا ويوتا، معلنة أنه رغم شدة العدوى إلا أنها لا تمثل مصدر قلق، خاصة فيما يتعلق بمعايير الصحة العامة. وحول مصادر وبؤر تفشي إصابات إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنه جرى اكتشاف حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في سرب دجاج تجاري في ولاية بنسلفانيا، إلى جانب اكتشاف سرب منزلي في ولاية يوتا. وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن فيروس إنفلونزا الطيور منتشر في 30 ولاية أمريكية، لافتة إلى أنها تعمل مع عدد من الجهات المختلفة لمحاولة التصدي للأمر. وأشارت أيضا إلى أنها بالتعاون مع عدد من المسؤولين الاتحاديين في الولايات يعملون بشكل مشترك على زيادة عمليات المتابعة وإجراء الاختبارات في المناطق المحيطة بالأسراب المصابة بالفيروس. وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قالت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تبحث في اللقاحات كخيار لحماية الطيور الدادنة من إنفلونزا الطيور القاتلة مع مواجهة البلاد أسوأ انتشار لها منذ عام 2015. وكشفت تقارير لها أن التفشي الحالي الذي يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية قضى على أكثر من 20 مليون دجاجة وديك رومي في أسراب تجارية منذ فبراير الماضي وحتى الآن. وفي الوقت نفسه تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من عدة مشاكل اقتصادية جاء في مقدمتها ارتفاع نسب التضخم وزيادة أسعار الطاقة وسلع المواد الغذائية على خلفية الأزمة التي تتسبب بها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وهو الأمر الذي جعل عددا ليس بالقليل من المواطنين يخرجون في مظاهرات منددة بهذا الأمر. ويبدو أن الفيروس ينتشر في بعض الدول الأوروبية، وفي وقت سابق اكتشفت فرنسا بؤرة لمرض إنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة بغرب البلاد في أول تفتيش بالمنطقة. وقال المختصون هناك إنه تم اكتشاف التفشي في مزرعة تربي حوالي 13,000 ديك رومي في بوفو بمنطقة فيني، وأضافوا أن معنى هذا أن هناك منطقة إصابة جديدة، مؤكدين أن مخاوف الإصابة كانت عالية بالفعل نظرا لوجود عدد كبير من مزارع الدواجن في المنطقة ووقوعها أيضا في ممرات هجرة الطيور. قالت أيضا أنه في أغلب الأحيان تنتقل إنفلونزا الطيور عن طريق الطيور البرية في رحلات هجرتها في فصلي الخريف والشتاء، وانتشرت إنفلونزا الطيور بسرعة شديدة في أوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أثار حالة تأهب شديدة في القطاع بعد أن أودت موجات تفتيش سابقة إلى إعدام عشرات ملايين الطيور. وتقول الأرقام إن أكثر من 600,000 طائر في فرنسا نفقت حتى الآن بسبب الفيروس في الموسم الحالي. واكتشفت أول إصابة بمزرعة في فرنسا يوم 26 من نوفمبر في مزرعة دواجن في الشمال. ولا تنتقل إنفلونزا الطيور عبر تناول منتجات الدواجن، ومع ذلك يثير تفشي المرض قلق علماء الأوبئة، خاصة في الوقت الذي يتعافى فيه العالم ببطء شديد من جائحة كوفيد-19، لأن إنفلونزا الطيور يمكن أن تنتقل بين البشر. أما بالنسبة للمنطقة العربية فلم تظهر أي حالات للإصابة حتى الآن. نهاية التغطية، وبالتأكيد نتابع حضراتكم كافة المستجدات على مدار الأيام القليلة الماضية. نشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وأمنه.
إلى اللقاء.